مرض العصر الأرق له يد في كثير من التبعات الصحية الضارة، منها ضعف القدرة على التركيز، قلة نشاط، وضعف الذاكرة. آخر الدراسات التي نشرت في مجلة الطب التجريبي كشفت أن الحرمان المزمن من النوم يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب. التجربة تحللت عينات الدم ل 14 متطوعا أصحاء وافقوا على خفض ساعات نومهم بمقدار ساعة ونصف كل ليلة. وبعد 6 أسابيع كشفت النتائج عن ارتفاع في عدد الخلايا المناعية المنتشرة في الدم. هذه الخلايا تلعب دورا رئيسيا في الالتهابات والتي تشكل خطرا على صحة القلب، وهي مرتبطة أيضا بأمراض مثل الزهايمر. اليوم يصادف الاحتفال السنوي بيوم القلب العالمي الذي تعمل فيه منظمة الصحة والمؤسسات المختلفة على رفع الوعي بوقاية القلب. لكن أولا المزيد معنا. ضيق الصدر، التعرق، وآلام المعدة، وثقل الذراعين، كلها مؤشرات وأعراض شائعة لأمراض القلب، لكن أعراضا أقل وضوحا لها صلات وثيقة بأمراض القلب وقدرته على العمل. فإذا كنت عادة تنام بشكل طبيعي ثم أصبت بالأرق أو عدم القدرة على النوم المنتظم بشكل مفاجئ، قد تكون علامة على أن هناك مشكلة في القلب. توقف التنفس أيضا أثناء النوم يمكن أن يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية. هناك أيضا الشعور بالدوخة عند النهوض المفاجئ، هذا شائع وطبيعي، لكن الإحساس المفاجئ بالدوار دون سبب ملحوظ وفي أوقات الراحة، فهذه علامة أخرى على أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة. تورم الساقين والكاحلين مؤشر على أن القلب لا يمر بأفضل حالاته، وهي مشكلة تحدث عندما لا يفشل القلب في ضخ الدم بكفاءة، وقتها يرتد الدم إلى الأطراف ويسبب التورم. وآخر الأبحاث من الصين كشفت أن حركة الأمعاء الزائدة ودخول الحمام بشكل متكرر على مدار اليوم هي علامة على الإصابة المحتملة بنوبة قلبية في المستقبل. على كل المزيد ينضم إلينا في الاستوديو دكتور مارك تألا، استشاري أمراض القلب. دكتور يسعد صباحك، منورنا في صباح الخير. صباح النور. قلة النوم بحسب دراسة خطر على القلب، ما العلاقة بين تقليل ساعات النوم والأمراض المرتبطة بالقلب؟ طبعا احنا كنا زمان بنقول ما أطال النوم عمرا، بس المقولة دي دلوقتي طبيا خاطئة، لأن تقليل ساعات النوم أقل من 6-7 ساعات في اليوم بيسبب زيادة في معدل ضربات القلب، نبضات القلب بتبقى سريعة، بيسبب زيادة في الضغط، والاثنين مرتبطين ارتباط بأمراض القلب. لما القلب بيضرب أكثر من 70-80-90 دقة في الدقيقة بيحصل ارتفاع في ضغط الدم، وده بسبب أن عدم انتظام في ساعات النوم بيسبب نقص كمان في كمية الأكسجين اللي واصلة للجسم، والاثنين بيسببوا ضربات قلب سريعة، وبده يؤدي إلى فشل في عضلة القلب. طيب دكتور مارك، ننوه ونذكر العالم بأنه اليوم هو اليوم العالمي للقلب. بالزبط. للتنويه بأهمية دور القلب وعضلات القلب في حياتنا اليوم. هل تغير النمط الوبائي للأمراض في عالمنا بالعالم العربي، خصوصا فيما يتعلق بأمراض القلب؟ منظمة الصحة العالمية اختارت يوم 29 سبتمبر عشان توجه رسالة مهمة، وهي تغيير نمط الحياة لنمط حياة أفضل، اللي هي بنسميها لايف ستايل موديفيكيشن. نمط الحياة لسه ما تغيرش تماما في عالمنا العربي، لسه في تدخين، لسه في عادات غذائية غير سليمة، لسه ضغط الدم مرتفع. فطبعا الرسالة بنوجهها هو ممارسة الرياضة. الرياضة مهمة جدا، بتساعد على تنظيم ضربات القلب، بتقلل الضغط. نظام غذائي صحي، لازم نزود الخضروات، نزود الفواكه. المية مش بس بشربها عشان أنا عطشان، المية ده نوع من العلاج. بنقلل الأملاح، بنقلل الدهون المشبعة اللي هي موجودة في الوجبات السريعة، بنستبدل الدهون المشبعة بالدهون الغير مشبعة اللي موجودة في زيت الزيتون. ممارسة الرياضة على الأقل 30 دقيقة
في اليوم لو طبعا يسمح الوقت. ده شيء مهم. نشاهد مباشرة يعني الممرض المصاحب لك وهو يجري بعض الفحوصات لزميلنا جمال، لو تشرح لنا ما الذي يفعله تحديدا. طيب احنا لو عندنا عامل من عوامل الخطورة اللي ذكرتها زي التدخين زي السكر زي الضغط، بنجري بعض الفحوصات. اول فحص بنجريه قدامنا اللي هو الاي سي جي اللي هو تخطيط القلب. ده عبارة عن فحص سهل غير مؤلم. عبارة عن إلكترود أو موصلة كهربائية بتتوصل بالصدر بالذراعين بالساقين، وبنقدر نشخص بيها مجموعة كاملة من الأمراض مثلاً. القلب مثلاً قصور الشريان التاجي، فشل في عضلة القلب، الذبحة الصدرية، السدة الرئوية، جلطة القلب، وعدم انتظام ضربات القلب. فبنقدر نشخص بها مجموعة كاملة. اللي شايفينه قدامنا ده رسم قلب أثناء الراحة. وفي المستشفيات بنقدر نعمل كمان رسم قلب أثناء المجهود. ده المريض بيجري على جهاز أو بيستعمل دراجة، فبنقدر نعمل تشخيص لأمراض أكثر منها قصور الشريان التاجي. دكتور مارك، يعني زي ما احنا عم نشوف هلأ في تخطيط القلب يعني كمؤشر أولي وفحوصات أولية لوضع عضلة القلب وشرايين الأوعية الدموية، اليوم الحديث عن وضع عمليات القلب، إلى أي حد ساهم التطور الطبي والتقدم الطبي في الحد من الوفيات جراء الأمور وتداعيات أمراض القلب والأوعية الدموية، يعني بعد القسطرة وزراعات تبديل القلب وغيره؟ طبعا هو في تطور جامد في عمليات القلب، في تطور مبدئيا في مجال الأدوية. قبل ما نخش في القسطرة والعمليات بقى عندنا مجموعة كبيرة قوي من الأدوية نقدر نسيطر بها على الضغط، نقدر نسيطر بها على السكر. عندنا القسطرة العلاجية حصل تطور جامد، كان زمان عندنا مجرد البالون عشان نقدر نفتح الشريان المقفول، دلوقتي بقى عندنا الدعامة البسيطة والدعامة الذكية اللي فيها جواها علاج. وطبعا بعد كل ده في العمليات الجراحية زي عمليات القلب المفتوح، وفي طبعا في المستقبل ان شاء الله بنتكلم على الخلايا الجذعيه والستيم سيلز لخلق قلب جديد لمرض فشل القلبي. طيب بس ده لسه في المستقبل ان شاء الله. دكتور، اليوم من خلال هذا الجهاز اي شخص يقوم بزياره فحص روتينيه يمكن ان يكتشف الامراض المرتبطه بالقلب او الالتهابات التي تؤدي الى هذه الامراض. طبعا او ده اول فحص بنجريه اللي هو رسم القلب اللي هو تخطيط عضله القلب. بعد كده في فحوصات تانية بنجريها ما قدرناش طبعا نجيبها كلها هنا في الاستوديو، زي جهاز موجات الفوق الصوتية الإيكوكارديوغرافي، زي التريدميل تيست اللي هو رسم القلب المجهود، زي المالتي سلايس سي تي اللي هو بيعمل أشعة مقطعية متعددة على الشرايين التاجية، فبنقدر نرسم الشرايين التاجية ونشوف لو فيها أي نوع من الانسداد. بس يا ريت نحن نشوف كمان هيك عن قريب بالنسبه للنتيجه، هي كيف النتيجه بتطلع؟ يعني فوريه بس لو بتشرح لنا؟ بتطلع طبعا فوريا، بيطلع بنشوف اول حاجه بنشوفها اللي هو عدد نبضات القلب في الدقيقه الواحده. عم توصل النتيجه هلا؟ بالضبط. وصلت، شكرا. هلا عم نشوف النتيجه ونعطيها للدكتور عشان يطمنا على قلبه لجمال. طبعا عدد ضربات النبض في الدقيقة الواحدة هو 70 تقلب الورقة بس 70 نبضة في الدقيقة، وده معدل طبيعي. المعدل الطبيعي بيبقى من 50 ل 100 نبضة في 70 ده عادي، فاحنا عندنا رينج، عندنا رينج كبير من 50 ل 100. اقل من 50 ده بيتطلب فحوصات اخرى، اكتر من 100 بيتطلب فحوصات دم عشان نتاكد ان مفيش ضربات قلب غير منتظمه. بس انت بتقدر تعرف من دقات قلب جمال يعني طلعوا 70، بتقدر تعرف اذا هو مدخن او نمط حياته منيحه ولا كيف، ولا لا مش مقياس؟ يعني طبعا في الاول بساله اذا كان مدخن او كده، بس اقدر اشخص بيه ان هو جمال ما عندوش اي مشاكل في موارد الشرايين التاجيه، ما عندوش انسداد، ما عندوش تذبذب في الاذين او في البطين، ما عندوش مرض فشل في عضله القلب. يعني ده مجرد ان انا شفت ده اقدر اشخص بيه عدد كبير من الامراض واستبعد انها مش موجوده عند جمال وان صحته زي الفل. الحمد لله، نحمد الله على صحه جمال. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا لاستشاري امراض القلب. شكرا جزيلا، فرصه سعيده. شكرا.